يتواصل فتح معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة لليوم الثاني على التوالي لعبور الحالات الإنسانية، وتعد هذه المرة الأولى التي تشرف فيها السلطة الفلسطينية على فتح المعبر منذ 10 سنوات بعد توقيع اتفاق المصالحة. القضية الفلسطينية دائما ما كانت الشغل الشاغل لمصر والمصريين، فبعد إتمام المصالحة بين الفصائل الفلسطينية وتسليم معابر قطاع غزة لحكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، فتحت السلطات المصرية معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة لمدة 3 أيام للحالات الإنسانية. وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني مفيد الحسينة عبر خلال مؤتمر صحفي عقده في معبر رفح عن شكره لمصر ورئيس عبد الفتاح السيسي على فتح المعبر أمام أبناء فلسطين. مبكورة أول عمل لحكومة الوفاق الفلسطيني لتسلم مهامها في معبر رفح، وهم الإخوة المعالي الوزراء قد أتينا بتوجيهات دولة رئيس الوزراء للاطلاع الكامل، والتقينا بالمواطنين من أبناء قطاع غزة من كل الحاجات الخاصة وأصحاب الإقامات. المصالحة الوطنية الفلسطينية التي جرت بوساطة مصرية الشهر الماضي كانت قد أعادت السلطة الإدارية على قطاع غزة رسميا للسلطة الوطنية الفلسطينية، ومن بينها معابر قطاع غزة. فتح معبر رفح يعد باكورة أول عمل لحكومة الوفاق الوطنية بعد تسلم مهامها من حركة حماس في الأول من نوفمبر الجاري، ما يعد خطوة رئيسية على طريق تطبيق بنود اتفاق المصالحة الموقع في 12 أكتوبر الماضي في القاهرة، علما بأنه يفترض بموجب هذا الاتفاق أن تتسلم السلطة الفلسطينية جميع المؤسسات في غزة بحلول الأول من ديسمبر المقبل. جميع معاملاتنا وحياتنا وأمورنا تسير من خلال هذا المعبر. طلبة يذهبون إلى جامعاتهم، مرضى، تجار، كل الأمور الحياتية. فتح معبر رفح وتسليم معابر قطاع غزة لحكومة الوفاق وغيرها من المحادثات التي تستضيفها القيادة المصرية بين فتح وحماس وغيرهما من الفصائل الفلسطينية تعد تأكيدا دامغا على عودة مصر لدورها الريادي والقيادي بالمنطقة، التي لا طالما بذلته أبد الدهر وكانت درعا حاميا للقضية الفلسطينية.